نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن ماهر، تعادل للجونه في اخر ثانيه، وفي فرق لما تطلع كسبان الشوط الاولاني 1-0 وغير انك تبقى متعادل 1-1. يعني 45 دقيقه يا ايمن، طبعا معظم الكرات يمكن في نص الملعب. النادي الاهلي احنا كنا متفقين من بدايه الاستوديو ان الثمان تغييرات مش هيدوا لك الفعاليه اللي انت متخيلها بالنسبه للتجانس، بالنسبه للاداء الفني، بالنسبه للاداء التكتيكي، وده واضح من اداء النادي الاهلي في خلال الشوط الاولاني. يمكن الهجمه الوحيده للنادي الاهلي راحت على المرمى الكروس العرض اللي عمله طاهر. التنظيم الهجومي داخل ال 18 مش موجود، ده بردك قله التجانس، عكس لما اللعيبه موجودين مع بعض بيلعبوا بصفه اساسيه، فيبقى في الانتشار والكثافه العدديه داخل ال 18، تقدر فرصه من الفرص دي تقدر تسجلها هدف. صحيح. وبعد كده الهدف طبعا اللي جانا، الاستحواذ طاهر عمل هاف كروس من نص الملعب بيني ورا خلف مدافعي الجونه، الاستلام بتاع مودس خدمه بشكل كبير جدا، استلام بترقيصه بلغه الكوره، وبعدين طبعا الاتقان بقى في حرز الاهداف. الهدف الاول دي يمكن الفرصتين اللي احنا قدرنا نسجلهم من خلال الشوط الاولاني. لم عكس الجونه، يمكن الجونه بدايه من بدايه المباراه واضح ان هم حماسيه وبيلعبوا لقدام، عكس ما احنا كنا متوقعين ان علاء هيحوش الكوره هيرجع نص ملعبه ويقفل خطوطه قربها من بعض. لا، واضح قوي ان علاء بادئ جيم مفتوح من بدايه المباراه مع النادي الاهلي، واثمر عن كده ان الخطا اللي وقع فيه اول دقيقه، اللي وقع قلبنا احنا واحنا بنتفرج، خالد عبد الفتاح رجوع الكوره لرامي، رامي كمان رجع الكوره للشناوي في مكان صعب قوي، ممكن يحطها على جنب كده، يحطها على جنب كده، لكن حطها له في قلب السكس يارده. طبعا اندفاع المهاجم ورا الكوره، الشناوي بيشيلها، خبطت فيه، الحمد لله انها كانت لمسه يد، لان كان هيبقى صعب قوي على النادي الاهلي هدف في بدايه المباراه. صحيح. بعد كده هم قربوا، يمكن قوي التكتيك عمله صبري، واضح قوي ان صبري بيقدر يلعب الكوره الطويله التكتيكيه خصوصا في الاوت. طبعا في الدقيقه 12 استلم المهاجم بشكل جاي بدون دفاع، وتصويبه الشناوي قدر ينقذها. الهجمه الثانيه كانت في الدقيقه 25، بردك باص خلف دفاعات النادي الاهلي راحت المهاجم الافريقي بن حج صانع الالعاب من بدايه الشوط، واضح قوي انه انشط واحد في فريق الجونه. تسديده قويه لكن الشناوي انقذها. اللي يمكن الفرصه الثالثه تسديده من خارج ال 18 في الدقيقه 26، وبعد كده طبعا ضربه الجزاء الكروس العرضي اللي عمله صبري. يمكن هاني وهو المفروض في المكان ده، واحنا بنقول للمدافعين تملي في الحته دي بالذات، وانت رايح عشان تنقاد لازم ايديك تبقى ورا ظهرك، ما تطلعش بره جسمك. فيمكن هاني كمان وهو بينط ايده طلعت لفوق شويه، ضربت فيها طبعا كوره، اتحسب ضربه جزاء في الدقيقه 45، سجل بن حج هدف عشان يعني تقدر تقول الكفتين مع بعض منطقيه، التعادل 1-1. كابتن شريف، فكر مستر كولر اكيد هيتغير دلوقتي لما تطلع كسبان 1-0 غير لما تطلع متعادل 1-1 في الثواني الاخيره. انت لازم تغير الفكر ده، ولازم تغير لعيبه، ولازم تغير كل حاجه. اديك بتتفرج اهو بتشوف نتيجه التغيير اللي حصل في الفرقه كلها. طمع فرقه الجونه فيك وخلى للجونه وجود، خلى حتى الجونه بتطلع من الاطراف وتعمل عرضيات خطر عليك. انت ما رحتش على الجون الشوط الاول، الكره اللي رحتها على الجون كره عرضيه، والكره اللي وقفها مودس ومشيت معاه وراح حاططها في الجول، فلازم تغير عليها. هو وقفها كويس بترقيصه حلوه وحطها كويس، صرف معاه كويس. بص، جود لك، والراجل بيقدر يعمل، يعني عايز يعمل حاجه واضح، بس هو بدنيا مش فريش كده، مش سريع، مش قارنه بالراجل اللي قدامه الناحيه الثانيه، فيرود اللي الناحيه الثانيه موجود سبرينتر وبتاع ومعرفش ايه وحركه وبيحاول وبيطلع، لا هو تقيل يعني في المكان ده. هنقول له مبروك على الجول او كل حاجه، بس بعد ما نكسب ان شاء الله، ان هو كان بدايه التهديف النهارده. لازم مستر كولر يطلع الشوط ده ايكن تماما ان هو اللي متاخر في المباراه، متاخر اداء ومتاخر كل حاجه. سهل جدا انك انت تعدي على فرقه الجونه بتغييرتين ثلاثه في الشوط ده، تستغل الوقت،
حكايه 70 دقيقه دي و60 دقيقه اللي موجودين دول عليهم مسؤوليه كبيره قوي، وناس خارجه راجعه من زمن، وناس بتخش وتطلع، ولعيبه عايزه سبورت في الملعب من لعيبه اخرين. انت تتخيل الشكل، مين اللي قاعد عندك بره لما يبقى عندك امام عاشور جوه كويس وتاو مثلا، فهمتني؟ عندك جبهه نص ملعب وجبهه فرويد تقدر تترجم في اي وقت، انما انت يعني الحكايه كلها على حسين الشحات عايز يطلع من التراب ذهب، فهمتني؟ عايز يعمل كل حاجه، فلازم يعرف اللاعب اللي هو معاه ده لاعب تاني سبورت لي يقدر يترجم له اي شكل. انا ما بقطع لجوه وعايز اخش لازم الاقي الوان تو، لازم الاقي التسقيطه للراجل اللي بيقطع من جوه. طاهر محمد طاهر نفس الشكل، لازم يبقى ذهنك حاضر قوي وتستلم الكره بسرعه واحد اتنين. فلازم يحصل تغيير كبير قوي في نص ملعب النادي الاهلي، لان الفراغات واضحه في نص الملعب ومساحات كبيره قوي بتدي حتى الجونه انها تلعبك، وهم اللي عندهم الاستحواذ. طيب كابتن اسامه، رؤيتك الفنيه سريعا الشوط الاول. طبعا اداء سيء من النادي الاهلي، من أسوأ الاشواط اللي النادي الاهلي لعبها. ما فيش سيطره خالص على وسط الملعب. كوكا وندفيد وقفشه سايبين نص الملعب خالص مفتوح. فرقه الجونه مسيطره اكتر، هجماتهم اخطر عن طريق بالحاج، عن طريق ايمن سعد موكا نمره 29، عن طريق جابري تشيكودي. يعني الاختبارات اللي بتروح على الشناوي اكتر بكتير من احمد مسعود. حاله 7-8 لعيبه في الاهلي مش حالتهم خالص، يعني خالد عبد الفتاح بعيد، ندفت بعيد، كوكا بعيد، قفشة بعيد، طاهر بعيد، مودست بعيد باستثناء الجون اللي جابه، جون جميل جدا. الشحات الوحيد بيحاول لكن مش حدش مساعده. فلازم تغير تغييرات في نص الملعب، تعيد السيطرة. أنا مع كابتن شريف في الموضوع ده، نص الملعب مفتوح خالص، مفيش سيطرة من قفشة وكوكا وندفيد على وسط الملعب، ولذلك لعيبة الجونة بيوصلوا بسهولة جدا للمدافعين، بيوصلوا بسهولة جدا من الجناب. أنا شايف إنه على الأقل بداية الشوط لازم يكون فيها تغييرين في نص الملعب، او التغيير يعني تغيير في قدام وتغيير في نص الملعب، او تغييرين في نص الملعب. ممكن امام عاشور ينزل ومروان عطيه على حساب كوكا وندفيد، بحيث ان مروان ياخد الحته المنطقه اللي هي نمره 6 قدام المدافعين، وامام عاشور هو وقفشه او ديانج يا اسامه او ديانج واحد فيهم ينزل قدام الديفنس، وامام عاشور يبقى قفشه وامام عاشور مع مروان او ديانج في نص الملعب يسيطروا على نص الملعب. ايضا طاهر النهارده يعني احنا ادينا طاهر نجم المباراه اللي قبل فاتت، النهارده بعيد خالص، ممكن واحد زي تاوي يكون مكانه او واحد زي كريم فؤاد، لكن نمره واحد تغيير في نص الملعب لازم يحدث. طيب كابتن عادل، النتيجه منطقيه لاحداث الشوط الاول، حلول الشوط الثاني لمستر كون يجب التغيير من البدايه. من البدايه، ولازم ديانج يبقى موجود، ولازم امام عاشور يبقى موجود في البدايه، وكمان معاهم ممكن احمد عبد القادر، لان الاطراف عندك او تاو، يعني لازم تغير. مش يعني انت بتتكلم على ثلاث تغييرات على الاقل او اربعه، بس انت خليك على الثلاثه الاول عشان مجريات المباراه بالظبط. اهم ثلاثه ممكن يتغيروا فيها تنوع، هو اليو ديانج مع امام عاشور مع احمد عبد القادر، عشان تمتلك زمام اللعب. يعني ليه قلت الخطوره من على الاطراف، وقلت الانطلاقات الهجوميه من هاني وخالد عبد الفتاح؟ علشان ما فيش تمويل من نص الملعب، انت نص الملعب بيعتمد على حته الدفاعيه فقط، اللي ما فيش الا قفشه، وقفشه بيعلق شويه وبعدين لما بينزل ما بيمتلكش الكوره. لما يكون في امام عاشور مع قفشه الاثنين يقدروا يمتلكوا الكوره ويقدروا يلعبوا لعب مباشر، بس ما بعد اللعب هنعمل ايه؟ هو لازم هو التحرك الامامي يا كابتن هو اللي بيفرق كتير قوي. بس هل مثلا دي عدله خالد عبد الفتاح في النواحي الهجوميه؟ لا، هو مش خالد عبد الفتاح اللي ياثر فيها. انا لا، اللي انت بتتكلم على اطراف اطرافك انت دايما بتلعب دور مؤثر جدا 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 في الانطلاقات الهجوميه على فرقتك. انت يا كابتن لما بتلعب 4-3-3 بيبقى عندك الطرفين بيبقوا فيهم، يعني بيبقى فيهم اثنين مش اشغل. انا لما يكون عندي واحد زي علي معلول انا فضيله الطرف، لكن ما عنديش علي معلول، خالد عبد الفتاح بيعمل النص الموضوع اللي هو بيدافع. اما المهم في الوقت الحالي عشان النادي الاهلي يكسب، لازم امام عاشور يبدا الشوط الثاني، لازم اليو ديانج على الاقل يبدا الشوط الثاني،
وبيرسي تاو يبدا الشوط الثاني. لازم الثلاث غيارات دول يتعملوا عشان تلحق الوقت، لانه يعني هو عنده خيارات كتير في التغير، في التغيير عنده عنده مثلا طرف يمين بيرسي تاو ينزل مكان طاهر محمد طاهر، عنده الناحيه الثانيه امام عاشور ينزل في وسط الملعب وتلعب باليو ديانج وكوكا قدامهم وامام عاشور، او تطلع كوكا برضو بتلعب بامام عاشور وقفشه واليو ديانج، واليو ديانج هو اللي يبقى ديفندر في وسطهم. هتقدر تمسك الكره وتحتفظ بالكره وتقدر تبقى ليدنج على فرقه الجونه. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الفوز الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه. انتظرونا.